تعتبر واحد من أقدم وأهم البيوت الموجودة في حي الديرة في تعرير. هذا بيت الجيشي وأول سفير للمملكة العربية السعودية في الجمهورية الإيرانية. طبعا لما تشوفوا البناء، هذا البناء قبل 300 سنة تقريبا بهذه الضخامة وبهذا الحجم يعتبر شيء مختلف، لأن البيوت في السابق أما عشيش أو دور واحد مثل هذا الدور، هذا دورين بعد يعتبر عائلة كبيرة. طبعا العائلات هنا كل ما كبرت العائلة كل ما كبر حجم البيت، وكل ما كان البيت العائلة أثرياء كل ما كان حجم البيت أكبر وأكبر. هذا الباب بشكل جميل جدا، لاحظوا النقوش الموجودة، لاحظوا غلقة الباب، هذه الغلقة يسموها أو القفل، زين. وطبعا في نوعين من المطرقة أو طرق الباب، هذا يطرق الباب إلى ناس وهذا يطرق لناس. إذا كان أحد من أهل البيت يطرق هذا الباب، هذا يطرق لناس. إذا كان أحد من أهل البيت يطرق هذا الباب، وإذا من خارج البيت يطرق هذا الباب أو هذه، علشان اللي داخل يعرف أن هذا اللي جاي غريب ولا قريب. ففي أشياء جميلة جدا موجودة في النقوش، مي موجودة إلا في هذه المنطقة. لاحظوا كيف السقوف لما تزيد كيف تصير تفاصيلها كلها مبنية. طبعا يخترق البيوت ويتفقوا أصحاب البيوت، هذا البيت وهذا البيت يتفقوا على أنهم يتنازلوا عن جزء من المنزل ويبنوا فوقه، ويكون هذا عادة الصابات، معظم الصابات دائما تتجه إلى المسجد، بحيث أن الناس تقدر كلها توصل إلى المسجد، لأن طريقة البنيان في السابق كلها مرصوصة البيوت على بعضها البعض، فما يستطيع الواحد يروح المسجد إلا لما يأخذ لفة كبيرة جدا. فكان هذا خلينا نقول اختراع أو ابتكار أو شيء، عملوا هذه الصابات بحيث أن الجزء اللي فوق يكون نص لهذا البيت ونص إلى هذا البيت. عادة تكون الصابات معمولة بهذه الطريقة. هذا الجندل واللي فوقه يسمى باسجير. الباسجير هو عبارة عن البامبو، يعني نقول مقسوم إلى عدة أقسام، حيث أنه يكون مثل الخشب،